اللهم صل على نبينا محمد صلاة تشرح الصدور وتصلح العيوب. يا رب أصلح أمور أولادنا ووفقنا في أن نكون قدوة لهم، وحصنهم من الفتن، واصرف عنهم صحبة السوء، وأعنا على تحمل المسؤولية. يا رب نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا على دفع الضر عنهم. يا رب يا رب استودعنا أبناءنا بين يديك، فاحفظهم واصنعهم على عينك. اللهم إنهم خلق من خلقك، وليس لنا حيلة ولا قدرة على إصلاح قلوبهم، وأنت المهيمن على الأمور، فصب عليهم الإيمان صبا وأقر عيوننا بهم. يا رب نخاف عليهم، فأنزل الطمأنينة على قلوبنا، ونرجو لهم الشفاء والنجاح، ونرجو لهم الدين. يا رب دعوناك فاستجبت، ولجأنا إليك فأويت، وأذنبنا فغفرت. هذا رجاؤنا فيك. اللهم إنا نسألك بحسن الظن فيك أن تحفظ وتعصم وتهدي وتعلم أولادنا، ولا تضرهم بمعصيتنا، ومدهم بمدد من عندك يحميهم، واصرف عنهم الفتن ولا تخزلنا فيهم. يا رب علمناهم الصلاة والصيام والصدقات كما أمرتنا، وعلمناهم أن دينهم أغلى من دنياهم، وأطعمناهم الحلال، وعدلنا بينهم في العطية، وسامحنا وعفونا وكتمنا غيظنا عنهم. فلا تضيع يا رب تعبنا فيهم، وبارك في مجهودنا واجبر تقصيرنا. اللهم إنا نسألك توبة تصلح بها أولادنا وتحسن أخلاقهم. اللهم كما حسنت خلقهم فحسن أخلاقهم. اللهم كما رزقتنا حبهم فارزقنا يا رب برهم، وارزقهم بأزواج صالحات، وارزقهم بأزواج صالحين، وارزقهم بالذرية الصالحة المعافى. اللهم كثرت الشهوات فاعصمهم، وكثرت الأوباء فاحفظهم، وكثرت الشبهات فثبتهم. اللهم إنا نستودعك دينهم ودنياهم. يا رب يا رب يا رب رب لنا أولادنا، وعلمنا كيف نتعامل معهم. يا رب أصلح نوايانا في تربيتهم، وارزقنا بالقول والفعل الصواب، وجنبنا التهور والتسرع والغضب عند خطأهم. فأنت إلهنا ومربينا وولي أمرنا. اللهم ارزقهم باليقين بك حتى يلقوك، والطاعة لك حتى يرضوك. وصلي على محمد خير من ربيت وخير من علمت. اللهم اجعله قدوة لأبنائنا وبناتنا، واحشرنا وإياهم مع الصالحين، وبلغ نبينا منا السلام.